اول حاجه هشتغلها دلوقتي ازاي اعمل طاجن السجق بالطماطم. مقاديره على الشاشه، سجق بلدي. وتوصي الجزار بكلمتين حلوين في الشهر الكريم هيديك حته سجق حلوه. معانا طماطم ومعانا بصل زي الفل، طماطم وبصل وتوم، والبهارات بتاعتنا لطيفه وبسيطه كده لان السجق اصلا كده كده ايه متحرمش. حلو الكلام. وهنعمل كمان شوربه المشروم بالكريمه، الاثنين هيطلعوا مع بعض. هنعمل طاجن السجق هنا وشوربه المشروم هنا. المقادير مع بعض مع حضراتكم على الشاشه. حلو الكلام. اول حاجه قبل البلانشه بتاعتي نحط عليها لحمه، بقطع المشروم ده كده اللي انا هعمله شوربه اهو. انا بقطع شويه المشروم، التقطيعه دي مطلوبه علشان شكل المشروم يبان. سبحان الله شكله حلو بعد التقطيع. انا بحب شكله بعد التقطيع، مش قبل التقطيع، بحب الشكل بعد التقطيع بالشكل الحلو ده كده، السمر والبياض مع بعض اهو. ده كده المشروم جاهز حلو، وعندي سجق بلدي. هقول لك بقى على سر السجق البلدي ده، فيه ميزه البعض بيعمله بتلاقيه يتهري منك وانت بتعمليه، فانا هقول لك ازاي ما يتهريش. طاجن السجق بتاعنا ده كده، لان ممكن يكون وجبه سحور لطيفه. شايفين انا بشيل ازاي البذره بتاعه الطماطم دي مطلوبه، عشان ديت برده مش عايزينها، شيلها كده. خلي بالك ديت انا لما بشوفها في طبق السلطه بقوم من على السفره او في اكله للامانه. الطماطم كده، اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. ننزل بالفلفل الاخضر بتاعنا الحلو ده كده، مهم جدا تقطيع الخضار بشكل حلو لان ده بيبان مع شخصيه السجق. لما تيجي تعملي سجق، تعملي صواني، تعملي فاهيتا، تقطيع الخضار لازم يكون شكله يفتح النفس، واخد شكل حلو كده علشان ده بيبان في قلب الطاجن. قطعنا دول كلهم مع بعضيهم، ننزل بالبصل هنا مع البصلية الناعمة. ميزة الطاجن ده فيه كل حاجة كده اهو، ونقلبهم كده. بصل، بصل ده ياخد وقت معايا. تعملي ايه بقى؟ خليكي زي الشيف المغازل كده في الموقف ده. تعملي ايه؟ خدي التركايه دي، بتحطي معلقه زيت صغيره. والله انا بعلمك حاجات تخليكي في المطبخ زي ما قالت الست ام كلثوم، واثق الخطوات يمشي ملكا. اهو هو على النار، عمنا البصل على النار. بعمل ايه؟ بغطيه. انك تغطيه بالغطا ده كده بيعجل موضوع التسويه وبيستوي معاكي بسرعه. ناخد السجق بتاعنا الحلو ده كده في قلب الزيت بتاعنا ده الشديد اهو، الطريقه الحلوه ديت اهو سهله. واجيب سكينه صغيره، اللهم صل على النبي، واخد السجق ده كده اهو في قلب الزيت نفس الموضوع العب الصدمة النارية اللي دي كده بتحافظ على شكله ودي كمان اخر حاجة، والقرن الفلفل ده معاهم. يلا حلو الكلام البصلية اخبارها ايه؟ على النار. والطماطم معانا والفلفل بناخده في طبق كده، ده الشغل. اخبار السجق بص عليه كده، بص على السجق السجق بيتكلم مصري، سجق بلدي لحمة ضاني يلا يلا نبص على السجق التحميره دي مهمه جدا بجهز له الخلطه بتاعته، الكشنه بتاعته اللي هي بصل، طماطم، فلفل، بهاراتك زي الفل، والقرن الفلفل ده لازم نبص على السجق اخباره ايه. هو ده استوى معايا زي الفل. نعمل ايه بعد كده دلوقتي؟ الاثنين طلعوا مع بعض وانا واقف في قلب المطبخ، هي دي الشطاره اخد شوربه من شوربه الفراخ اللي انا سالي فيها الفراخ مسبقا. معانا هنا اهي، بص عليها كده اهي. الشوربه دي اللي هعمل بيها شوربه المشروم بالكريمه وانا شغال كده. شفت المطبخ ماشي ازاي معاكي؟ هنخلي شويه شوربه للفته وشويه شوربه لشوربه المشروم اللهم صل على النبي يا ويلي يا ويلي يا ويلي يا ويلي هوبا هوبا هو ده تمام. ادي شوربه المشروم بالكريمه طلعت معايا وانا شغال. نبص على البصله حالا دلوقتي، اوريك احلى بصله في مصر كلها استوت ازاي وخدت اللون ازاي من غير ما تشيت مننا ومن غير ما تتحمر مننا. وشوربه المشروم كمان جاهزه زي الفل،
كل ده وانت في المطبخ، اتعلمي الشطاره مني. اهو ناخد اللبن بتاع الشوربه اهو، اللهم صل على النبي. اهي خلصت الشوربه بتاعتي اهي، اسيبها تغلي غلوه التانيه، بحط الكريمه اللباني واقدمها. عايزه معاها كرفس، الاختيار ليكي. ناخد السجق بتاعنا البلدي، اللهم صل على النبي. اوه ده ايه السرعه دي يا موازي. اه بس خلصت، هدي الزيت ونقلب كده. شفت السجق؟ انس، ياخد غلوه تانيه تالته رابعه، عمره ما هيفرتك منك في قلب الصلصه. زي ما تكوني بتحمري كده الممبار. طاجن سجق بالبصل والطماطم بيتكلم مصري بحب. زي ما هو كده يا شيف، هنحطه في كاسرولة وندخله الفرن يعيش مع نفسه. حلو الكلام؟ اهو والشوربه خلاص هغرفها حالا دلوقتي. طاجن هنا كده، يلا يلا، الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها. اهو 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 اهو، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ الله ينور فرسان التلفزيون المصري، ايه الحلاوه دي يا شيف؟ طلع الطاجن بتاعي، اللهم صل على النبي، والقرن الفلفل بشخصيته بهيبته على وش السجق. درجه حراره الفرن عندي كام يا شيف؟ 180. ما احرمكش من مكعبين زبده حلوين كده، هيخلوك تنطق وتبقى ايه، فله في قلب الفرن، اللهم صل على النبي. اهو نظره اخيره على طاجن سجق بيتكلم مصري في قلب الفرن، بالتحبيشه بصله وتومه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟